مراسلنا لنادي الزمالك الاستاذ علي شحاته. استاذ علي شحاته السلام عليكم. عليكم السلام استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك ولكل متابعينك. يعني ما وصلني ان فيريرا رافض الاستعانه بالناشئين ومصمم ان يضع ثقته في جميع لاعبيه وبيدافع عنهم بقوه وباستماته، هل من الكواليس ده بدايه صدام ما بين الاداره وفيريرا؟ أم فيريرا بيعتبر أن القرارات الخمسة اللي طلعت بعد المباراة مباشرة من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك تعدي على اختصاصاته، ولا تقبلها ومررها مر الكرام؟ طيب في البداية صعب الناس، عايزين نوضح حاجة بس، أنه الاتفاق ما بين فيريرا وما بين إدارة الزمالك كان عبارة عن مشروع لنادي الزمالك. المشروع ده تلخص في التالي، انه في لعيبه كتيره جدا من الفريق او السكواد الحالي مش هيكون موجودين الموسم اللي جاي مع الزمالك. فالمشروع يتلخص في انه امير مرتضى ومعاه فيريرا هم اللي هيخططوا للمواسم اللي جايه في نادي الزمالك، بناء فريق قوي يقدر يحصد بطولات، يقدر ينافس الفتره اللي جايه. تمام. بعد مباراه الوداد استاذ عبد الناصر كان في قرارين، يعني كان في اتجاهين. الاتجاه الاولاني كان يتزعمه فيريرا ان هو يقرر انه يضع غرامات كبيره جدا على اللعيبه في حال خساره اي نقاط ثانيه في بطوله الدوري او دوري الابطال، يعني الهزيمه او التعادل في بطوله الدوري او دوري الابطال، يعني اللعيبه هتتكبد غرامات كبيره جدا اكثر كمان من اللائحه الموضوعه. تمام. وده على فكره من اطار او صميم عمل اداره الزمالك، انها ممكن تضع الغرامات اللي تشوفها مناسبه لحاله الفريق او تدهور مستوى الفريق. تمام. فده امر ده امر اللي قاله فيريرا، ده اللي قاله الامير مرتضى، وقال ده اللي هيخلي اللعيبه دي حتى لو هي بتلعب علشان فلوس فالفلوس هتجرحها، فعلشان كده احنا ناخد الاتجاه دوت. رد اداره الزمالك كانت في القرارات الخمسه، فيريرا قال انا مش عايز حد، يعني اثناء كلامه يعني مع امير مرتضى، مش عايز حد يفرض اي عقوبات على الفريق غير لما يرجع لي، لان انا برضو هعتمد على اللعيبه دي، انا لو اللعيبه دي اخذتوها وخدت فريق 2003 مش هقدر حتى احافظ بيهم على المركز العاشر او ال11 في الدوري. يعني ده كلام الراجل رسميا، وده كلام على فكره من جوه الجهاز الفني. فالاتجاهين هنا تعارضوا مع بعض، لكن الاتجاه اللي قاده فيريرا هو الاتجاه اللي هيسود وهو الاتجاه اللي هيمشي الفتره اللي جايه، خصوصا ان اداره الزمالك مش عايزه تخش في اي صدام مع فيريرا، يعني عايزه تحقق له لبن العصفور زي ما بيقولوا. هو هي مدياله فريق متهالك والراجل بيشتغل على قدر الامكانيات اللي عنده، ما عندوش فرصه ان هو يزود لعيبه او يجيب لعيبه دلوقتي غير بنهايه الموسم. يعني كلامه مع امير، عشان نبقى واضحين للناس، كلامه مع امير المشرف العام على الكوره في نادي الزمالك قال له ده في صميم اختصاصاتي ولا بد من الرجوع الي، وما ينفعش اني تطلع قرارات فجاه بعد المباريات وافاجئ بيها من الاعلام. هذه المعلومات اللي وصلاني صحيحه ولا غلط؟ عشان نبقى واضحين. صحيح يا استاذ عبد الناصر، صحيح صحيح تماما. كمان يعني بقول لحضرتك، هو الراجل خد اتجاه انه هيفرض عقوبات او غرامات على اللعيبه، لكن محدش ياخد اي قرار دون ان يرجع له فيما يتعلق باللعيبه والجهاز الفني. تمام، خش على اللي بعده. دي المساله اللي وصلها الامير. اللي بعده. طيب الموضوع الاهم هنا عندنا في الزمالك دلوقتي استاذ عبد الناصر، موضوع طارق حامد. البدايه الزمالك قسم اللعيبه لنوعين، النوع هيجدد ونوع يعني في خلال كلامه مع اللعيبه في التجديد، في نوعين، في نوع بيماطل ونوع رحب بالتجديد. طارق حامد كان من النوع اللي بيماطل في التجديد. الفكره نفسها ان انا قلت معلومه غلط امبارح، طارق حامد ما كانش طالب 20 مليون، ده اداره الزمالك اللي حطت له 20 مليون. طارق حامد قال لامير مرتضى في الجلسه اللي جمعتهم هم الاثنين، قال له انا جاي لي عرض من اتحاد جده ب 3 مليون دولار في الموسم، فانا عايز رقم يكون قريب من الرقم ده. اداره الزمالك وقفت عند عرض 20 مليون جنيه لطارق حامد في الموسم. يعني وكمان ايه الموضوع على سنتين، يعني هو هيجدد سنتين، السنه ب 20 مليون، ده العرض اللي قاله نادي الزمالك، لكن طارق حامد رفض رفضا تاما، قال لك انا جاي لعرض ب 3 مليون من اتحاد جده، وانا لسه هصلي استقاله وهرجع واشوف حضراتكم وهشوف الموضوع وهرجع لكم تاني. الكلام ده كان الخميس اللي قبل اللي فات، الخميس اللي فات كانت نهايه المهله، الزمالك مد المهله ليوم السبت، وعشان كده التصريحات اللي قالها امير مرتضى تصريحات سليمه بالمره. العرض اللي قاله طارق حامد ما قالش رقم، طارق حامد قال انا جاي لعرض 3 مليون دولار من اتحاد جده وهم حطوا رقم 20 مليون جنيه. بس المعلومه اللي عندي ان العرض بمليون 600 او مليون 700 حاجه زي كده دولار. هو اللي قاله طارق في الجلسه مع امير مرتضى قال له انا جاي لي عرض من اتحاد جده ب 3 مليون دولار.
فالزمالك قال له لا احنا عندنا عرض سنتين، السنه ب 20 مليون جنيه طارق موافق، قال له لا اديني فرصه افكر. وطارق حامد ما ردش على اداره نادي الزمالك، علشان كده طلع القرار من اداره نادي الزمالك، يعني القرار اصلا طلع لاسباب معينه. وده اللي كان بيقصده امير مرتضى لما قال في قرارات كنا متفقين عليها قبل الماتش. صحيح. تمام، عشان بس ايه نوضح للناس، كان يقصد مثل هذه الامور الخاصه بطارق حامد او ما هو على شاكلته. بالظبط يا استاذ عبد الناصر، علشان كده طارق حامد دلوقتي الكلام مع الاداره ان هو ما ردش على الاداره في العرض اللي قدموه، وقال له وحط الزمالك في ثاني او ثالث اولويه بالنسبه له. انا مع اداره الزمالك في هذا الموضوع، ومع مرتضى منصور ومع امير مرتضى منصور بقوه، وانا عارف ان طارق حامد بتاع فلوس ومادي جدا، وقلت ورهنت ان طارق حامد لا هيسيب قرش من التسعه القدام ولا هيقبل يجدد بسهوله، وهيطلع عين الناس كلها، وانه بيتاجر بحبه بالزمالك. وانا مع مرتضى كليا وجزئيا في التعامل مع هذا الملف بتاع طارق حامد، لان طارق حامد الفلوس عنده ابوه وامه اللي جابوه. صحيح، اتفق معاك تماما يا عبد المصري. اللي بعده هروح للموضوع اللي بعده فيما يتعلق باتنين لعيبه. النهارده جماهير الزمالك على السوشيال ميديا رشينت ترند يا عبد الناصر على تويتر، اللي هو قصدوا بيه محمود علاء ومحمد ابو جبل، وطالبوا انه برحيل للثنائي خصوصا من الملعب من الزمالك فورا، وانهم ما يلعبوش حتى لنهايه الموسم. سبب الموضوع دوت ليه؟ لان هم الاثنين لعيبه زي ما قلت لحضرتك، في ناس ما عرضتش ده امبارح مع انه ظهر في الفيديوهات. محمود علاء ومحمد ابو جبل تعدوا على بعض الجماهير لفظيا، وكمان محمد ابو جبل اشتبك مع بعض الجماهير بره استاد القاهره، وقفوه بالعربيه فتعدى عليهم لفظيا، وكان هيشتبك معاهم وساق عربيته بسرعه، يعني حصلت شويه مشاكل كده بعد المباراه. فجماهير الزمالك النهارده خدت موقف صارم ضدهم، وعملت ترند على الاثنين، هاشتاج ضد الاثنين، انهم يرحلوا عن الزمالك وما يلبسوش تيشيرت نادي الزمالك تاني. وده اللي خلى محمود علاء ينزل النهارده اعتذار لجماهير نادي الزمالك وللاداره ولكل المسؤولين، ان هو ما كانش يقصد ان هو يتلفظ ضد حد، لكنه بيعاني من ضغوط من اكثر من سنه ونص، زي ما قالت التويتر اللي نزلها محمود علاء على صفحته الشخصيه على موقع تويتر. اللي بعده ثاني موضوع. طيب هنخش الموضوع اشرف بن شرقي، عشان برضو يعني نوضح الفكره للناس. اشرف بن شرقي استاذ عبد الناصر كل شويه يقول انا مرحب بالتجديد، بس انا مش هينفع اعمل حاجه غير لما يجي اخويا من المغرب، واخويا والمحامي بتاعه من المغرب. جابوه من يومين استاذ عبد الناصر قبل المباراه بيومين بالظبط، قالوا له يا طارق يا شريق يا اشرف، عايزين القرار النهائي بتاعك، هتجدد ولا لا مش هتجدد؟ قال برضو انا ما عنديش مشكله في التجديد، لكن انا هستنى اخويا وشقيقي. طب ايه اللي حصل في موضوع اشرف بن شرقي، او اشرف بن شرقي بيفكر فيه يا استاذ عبد الناصر؟ اشرف بن شرقي ما عندوش ولا عرض حاليا، لا بالامارات ولا قطر ولا من اي دوله عربيه. اشرف بن شرقي منتظر لنهايه الموسم، هو نفسه يجي له عرض من الامارات ويمشي، ومخلي الزمالك خيار ثاني. هو مأخر المفاوضات مع نادي الزمالك حتى يشوف هيجي له عرض من الامارات ولا لا، واخوه وشقيقه شغالين في الامارات بيدوروا له على اي عرض هناك، لان اشرف بن شرقي عايز يعيش في الامارات زي ما قلت لحضرتك، وقلت مع الاستاذ احمد اكثر من مره. تمام. طيب موضوع محمد ابو جبل والكلام عن محمد ابو جبل ده ثالث لعيب في الزمالك استاذ عبد الناصر، يعني عليه جدل كبير جدا. قعد اكثر من مره مع كذا وكيل مختلف، وصار هو اللي سرب الصور اللي عملت استفزاز للاداره. الاداره يعني عنفت محمد ابو جبل عشان هو اللي سرب الصور اساسا، ده اللي عشان يقول للناس ان انا جاي لعروض، وبيضغط على اداره الزمالك. هو بس على فكره ما عندوش مشكله في التجديد، بس اداره الزمالك بعد المواقف اللي عملها محمد ابو جبل مش ما اعتقدش انه هيكون مكمل الموسم اللي جاي. ما هو ابو جبل كده كده رايح السعوديه والكشف الطبي في مايو يا علي. صحيح، احنا قلنا اكتر من مره ان هو قعد مع مسؤولين وهو خلص، وهو اللي مسرب الصور. اداره الزمالك ما عجبهاش ان هو اللي سرب الصور نفسه، يعني هو اللي سرب الصور بيضغط على الزمالك ان هم يدفعوا له فلوس اكتر. هو كان طالب ان الزمالك يجدد له، على فكره محمد ابو جبل كان عايز يجدد بس يطلع اعاره السعوديه، يعني ده كان هدف محمد ابو جبل. فاداره الزمالك زعلت جدا من الموضوع، واداره الزمالك مش هتجدد لمحمد ابو جبل. طب ما اخواننا الزملكاويه لما احمد فتحي مشي وكانت في هجمه عليه او زعل من الاهلاويه، قالوا يا جماعه احتراف ويروح للي بيدفع اكتر. فشوف الكره بتدور على صاحبها دلوقتي، ما هي احتراف برضه ويروح للي يدفع اكتر، او بالنسبه لابو جبل يعني. صحيح. فالعملية يا جماعة لا نتقبل الاحتراف بمفاهيمه، لا نلغيه، هو كده الاحتراف ما فيهوش رحمة، فيه فلوس بكام عشان ايه وتدفع كام وخلصت القصة. مظبوط يا صاحبي،
اتفضل. هنروح الخبر اللي بعده، خبر عن سيف الدين الجزيري. خلاص طلع قرار رسمي من الاداره ببيع سيف الدين الجزيري، والقرار دوت ما فيهوش اي جدل. المحامي بتاع اللاعب قال انه في عروض حاجات تانية في الإدارة، قالت له إحنا عايزين أي عرض من العروض دي وإحنا موافقين على البيع. ده كلام رسمي يعني من قبل الإدارة لمحامي اللاعب أو وكيل اللاعب. في معلومة جات لي كده عبد الناصر إنه في عرض قطري جاي لطارق حامد وهو تفاوض معاه سرا بعيد عن الإدارة. المعلومة أنا لسه مش متأكد منها قوي، بس في عرض فعلا قطري مع طارق حامد حاليا، وهو ما تكلمش الإدارة فيه وقال لهم بس على عرض اتحاد جدة السعودي. تمام. هنروح لاثنين لعيبه صعب، ثلاثه لعيبه رحبوا بالتجديد بدون اي شروط. هم الثلاثه اللي جاي اللي انا بكلمك عليهم، حازم امام ورزاق سيسي وعمر السعيد. الثلاثه دول قبل ما تروح للثلاثه، هو سيف الدين الجزيري قاعد له كام في عقده مع الزمالك؟ لا ده لسه فاضل له سنتين. طيب اللي بيقول انه عقد انتقال حر ورايح الامارات صديقنا المحترم عمر ربيع ياسين. عايز اقول له عمر ربيع ياسين، لا الزمالك هيسيب سيف الدين الجزيري ببلاش ولا هيستغنى عنه ولا هيعرضه للبيع، لكن لو جاب عرض العرض هيبقى قابل للتفاوض، والعرض عرضه طلب. عشان بس نجيب من الاخر موضوع ان سيف الدين الجزيري يمشي حر، هذا مستحيل. خش على الثلاثه اللي بعده. الثلاثه اللي بعده عبد الناصر هم حازم امام ورزاق عمر السعيد. الثلاثه قعدوا مع دفتر الزمالك واكدوا في اكتر من مره واكتر من قعده ان هم ما عندهمش اي مشاكل ولا اي شروط. الثلاثه مين؟ عمر السعيد، رزاق سيسيه، وحازم امام. عمر السعيد وحازم امام. حازم امام عليه انه يبطل الكوره، مش ما ينفعش يلعب تاني، عشان نتكلم بس بما يرضي الله لصالح نادي الزمالك. وعمر السعيد اللي جابه الزمالك لازم يتحاكم، هذا لاعب لا يصلح للزمالك بالمره. رزاق سيسيه اخره يلعب في انديه في وسط الجدول، مش بتاع انديه قمه او جماهيريه او انديه بطولات. يعني الثلاثه ولا ليهم لازمه. علشان كده رد اداره الزمالك على موافقتهم على التجديد ان هم هيتم تقييمهم بنهايه الموسم. انا رايي او معلومتي لسعد عبد الناصر ان الوحيد هيتم التجديد ليه هو رزاق سيسيه، وبعدها هيتم عرضه مباشره، يعني هيتم تجديد ليه بس مش هيكمل في الزمالك. لكن الاتفاق شبه منتهي على عمر السعيد وحازم امام ان هم مش هيكونوا موجودين في الموسم اللي جاي. يا راجل اتري دماغك يا راجل، هي المشرة هنقصه؟ قلت لا، بلا عمر سعيد بلا حازم امام يا راجل. ده انت عندك 9 لعيبه ما يستحوش يلعبوا في الزمالك، اولهم عمر السعيد. هو الكره اللي ضيعها عمر السعيد ده ينفع يلعب كره بعديها تاني؟ ده هو سبب مباشر في هزيمه الزمالك من الوداد. الكره دي لو جت كان الزمالك فاز 3-0 بالظبط، كان الماتش اتفتح. يا راجل اشتري دماغك. عمر سعيد اخر خبر معانا النهارده استاذ عبد الناصر في اخبارنا في نادي الزمالك، انه اللاعب خالد سعد لو تفتكروا حضرتك طبعا خالد سعد بتاع الاردن ده من ايام الكابتن جوهر الله يرحمه. الله يرحمه بقى. خالد سعد ده انضم لنادي الزمالك 2007، خد بعضه كده وطلع على الفيفا اشتكى الزمالك وقال انه ليه حوالي 600,000 دولار في لدى نادي الزمالك كمستحقات. ماشي. الفيفا رفضت الدعوه طبعا عشان التقادم بالتقادم. لكن هو دلوقتي الاستاذ عبد الناصر اشتكى الفيفا واشتكى الزمالك، وفي جلسه تحددت يوم 24 مارس في المحكمه في المحكمه الدوليه. بالظبط كده. واعتقد ان المحكمه الدوليه برضه ستراعي موضوع الزمن. هو بتتكلم في اكتر من حوالي كام سنه؟ حوالي 15 سنه واكتر من 15 سنه كمان. معلش بقى. عبال الراجل ما افتكر في حاجه تاني. ربنا يعوض عليك يا عم خالد. اللي بعده. دي كانت كل اخبارنا. لا كمان الزمالك هيرجع بكره التدريبات بتاعته ان شاء الله. فيريرا يعني بيحاول يفصل اللعيبه عن اللي حصل، لكن انا عايز اقول لحضرتك انه في معسكر هيتم خلال مباراه المنتخب مصر مع السنغال، مباراتين او معسكر المنتخب. فيريرا بيحضر للمعسكر من دلوقتي، والمعسكر ده هيضم التشكيله اللي هيعتمد عليها فيريرا لنهايه الموسم. طيب والزمالك النهارده فاز في الطايره. فاز في الطايره على النادي الاهلي؟ لا على سموحه باين. لا الزمالك كان يلعب سله قدام الاهلي، هيلعب بكره سله قدام الاهلي. الحد ماتش سله قدام الاهلي، لكن النهارده كان بيلعب طايره.
انا ما تابعتش الصراحه، لانه اخبار فريق الكوره ما خليتناش لا تبص وان في الكوره الثانيه. وبهتم بالالعاب الاخرى عشان في تمام ناس كتير بتسالنا عنها لو سمحت. تمام يا استاذ عبدو، تمام ان شاء الله باذن الله نلتقيك على خير. شكرا جزيلا، حياة حضرتك. شكرا.